السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للخاصية الموجودة داخل الباوربوينت اللي هي الجزء دوت الجزء المتحكم في الكتابة، يعني لازم يكون في كتابة محددها عشان يقدر ينور معانا هذا الجزء. طبعا الجزء الأول بيبقى فيه أنواع الخطوط، زي ما أنت شايف كده الخطوط بتتغير. طبعا هو عادي ليه متغيرش عشان أنا محددتش، لازم تحدد بالكامل، لازم تحدد بهذا الشكل بالكامل، ما حددش كلمة واحدة، فأصبح كده كل كلمة هتتغير مع الكوين الفونت. دي نقطة. النقطة التانية طبعا هنا معروفة اللي هو بيقدر يعمل سمك للكلام، وهنا بيدي ميل، وهنا بيدي خط تحت الكلام. هنا لو عايز تشيل الكلام الأحمر اللي موجود بتعمل هنا كليك اليمين ويعمل أجري أول، وهنا اجري اول، يعني يمشي مع الاخطاء. يعني نحدد مره اخرى الجزء تاني مره اخرى، وهنا بنعمل حاجه زي تظليله وبين شكل جمالي هذا الجزء. طبعا هنا خط، في خط بيديك خط على الكلام، هنا بقى بيديك المسافه ما بين الحروف نفسها، هذه المسافه لازقه في بعض، وهنا مسافه بعيده شويه، وهنا المعتاد اللي هو شغال بيه النورمال العادي المعتاد اللي هو التلقائي اللي بيشتغل اول مره، وهنا بيبدا زي ما انتم شايفين يعني زي سوسته كده. خلينا في النورمال. هنا بقى جزء التعليق التكبير، وهنا التصغير، وطبعا هنا جزء بتاع التلوين الازرار. لو انت حابب تصمم لون معين بتخش على المور كولرز، وهنا عندك حوالي بتاع 90 لون، او بتعمل لون مخصص لو انت حافظ اللون. مثلا لو اللون هنا 120 30 على 30 على 10، ده بيديك اللون اللي هو الدم الغزال دوت. يا اما تقدر تقف على اي خانة من الخانات دي وبتقدر تفتح وتصغر لحد ما تجيب اللون اللي انت عايزه. ده بالنسبة للالوان. الجزء ده جزء مهم جدا، طبعا لازم تحدد الشكل كله. هنا الجزء ده جزء مهم قوي، اول جزء اللي هو بيخلي اول كتابة في الجملة بالكامل بالكامل هكابتل بقى كله سمول، او كله سمول، او كله كابتل، او كابتل لكل كلمة. هنا يعني هنا هنا كابتل لكل جملة، هنا كابتل لكل كلمة. يعني علي بقوله الف كابتل، ايه كابتل قصدي، وألي ايه كابتن، يعني احمد علي الاثنين اولهم حرف كابتن، وهكذا. ده ملخص. طبعا ده هيكون مطفي في حاله لو انت مش محدد الكتاب، لازم تحدد الجمله. الكلام ده في الباير بوينت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.